السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على عنصر آخر من العناصر ودورة العناصر في الطبيعة اللي هي بيوجيوكيميكال سايكلز. بنتكلم على عنصر الفوسفور، وادي الدوره بتاعته المبسطه بالشكل. لو بصينا وهنتابعها تابع مع بعض كده، احنا اتفقنا اللي بره ده البرواز المنقط ده حدود النظام البيئي، اللي بيبقى لونه اخضر ده انا حاطه مميزه بالمكون الحيوي اللي هو مكونات النظام الحيوي اللي هي المكونات الحيه اللي بتشمل المنتجات، مستهلكات، محللات. الصناديق الثانيه او المستطيلات الثانيه ممكن يبقى مستطيل واحد اذا كان بتعامل مع المكونات غير الحيه كمستطيل واحد، او اذا كانوا متقسمين. ففي مثلا عندنا هنا الفوسفور بيبقى في الهواء في الجو او في الهواء في الهواء الجوي، ده بيكون المكون غير الحيوي لوحده، لا في مكون غير حيوي اخر بقى اللي هو في التربه او في الميه. فمخزون الفوسفور اساسا بيكون موجود فين؟ اللي بيترسب من فوق ده عن طريق الترسيب، يبقى دي الوسيلة الوحيدة في الفوسفور اللي موجود في الجو بينزل عن طريق الترسيب. والوسيلة الوحيدة اللي بيطلع فيها الهواء مرة تانية اللي هي الغازات والبراكين وخلافه إلى آخر هذه الأمور. المخزون الرئيسي بقى موجود هنا في المستطيل ده، فين؟ بيكون في ترسيبات البحرية، بيكون زائد في التربة إلى آخر هذه الأمور. فاحنا هنشوف مع بعض لما بينزل بيحصل ترسيب سواء مع مطر أو ما خلافه، بينزل الفوسفور ده في ترسيبات بحرية ضحلة يعني مش في عمق البحر. لو حصل بيحصل ترسيبات بتنزل في عمق البحر هتنزل، يبقى خلاص احنا كده وصلنا لعمق البحر وحصل ترسيبات بعدت عننا بقى. طب والترسيبات اللي موجودة الضحلة دي بتمكننا بقى يحصل ايه؟ خلي بالكم هنا ترسيب، ودي كلمة ترسيب. ها اللي يحصل هنا ايه بقى؟ ان رذاذ البحر اللي بياخد الفوسفور ده بيدوبه او بياخده في صور مختلفه، فبيبقى فوسفور ذائب في التربه. يبقى هينتقل من الميه وهيروح للتربه وهيدوب. لما يدوب ايه اللي يحصل؟ حاجه من الاثنين، حاجه من ثلاثه بقى مش اثنين، يا اما يتسرب مش يترسب. خلي بالكم دي كلمه ترسيب ودي ترسيب، انما هنا يتسرب ينزل تاني يروح للبحر مره ثانيه او للمحيط مره ثانيه، او اذا كان دائب فممكن هو يتمعدن ويتحول لصخور فوسفاتيه اللي ممكن بواسطه التعريه ترجع تاني تدوب في التربه. يبقى احنا وصلنا من هنا لغايه الترسيبات اللي موجوده في المستطيل ده. لو انتوا لاحظتم كل الكلام كله بيدور بقى، همزه الوصل هتكون فين؟ التربه اللي هي بينها وبين النباتات اللي بعد كده. يبقى بيحصل ترسيب بتدوب في ترسيبات بحريه ضحله، يا اما بتنزل في ترسيبات بحريه عميقه، او ان رذاذ البحر هيدوبها في التربه اللي هي ممكن تتسرب وترجع تاني، او تتمعدن تتحول لمعدن او صخور فوسفاتيه اللي ممكن ترجع بالتعريه تدوب في التربه. يبقى احنا وصلنا لغايه كل الطرق هتوصلنا لهنا. هنا بقى اللي بيحصل، اللي يحصل امتصاص بجذور النباتات انها تمتص الفوسفور من التربه. طبعا اذا ماتت النباتات دي او فضلاتها بتتحلل، واذا اتاكلت عن طريق التغذيه او الاستهلاك بواسطه المستهلكات فهتخش في اجسامها، وفي الاخر في النهايه فضلاتها او هي هتتحلل، فالمحللات هترجع ترجعها تاني بقى تحلل وافرازات وتيجي ترجعها في التربه مره تانيه وتكون الدوره كده اكتملت. يبقى بنتكلم على دوره الفوسفور، بنتكلم عليها بدايه من الفوسفور اللي موجود في الهواء ازاي بيترسب، ازاي بيبقى في وجود ترسيبات بحريه الى اخر هذه الامور. ودلوقتي نشوف مع بعض الفيديو بقى اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قبل ما نبدا الفيديو، خلي بالكم بقى الاماكن دي مهمه جدا. هنا بيقول لي لاند فود ويبز، يعني الشبكات، الشبكه الغذائيه والسلاسل الغذائيه. هنا الفوسفور اللي دايب في الميه او في البحيرات او في الانهار. هنا الصخور، يبقى ده الجزء اللي هنا على الارض اهو. هنا في البحر بقى اللي هو المارين سيدمنتس اللي هي الترسيبات البحريه، او الفوسفور اللي دايب في المحيط او في الشبكه الغذائيه. في عندنا شبكتين غذائيتين، الشبكه المائيه والشبكه الارضيه اهي، وادي الصخور وادي اللي دايب. طيب ناخدهم واحده واحده عشان نسهل الامور. يبقى هنا على الارض في شبكه غذائيه، وعلى البحر في شبكه غذائيه في المحيط او في البحر. هنا في التربه دايب وفي الانهار، وهنا في ميه المحيط دايب، يبقى دول شبه بعض الاثنين. هنا شبكه غذائيه، هنا شبكه غذائيه، هنا دايب في ميه المحيط او البحر، هنا دايب في البحيرات وفي الانهار وفي التربه. طيب هنا
متثبت في صخور، يبقى دي شكل صلب، وهنا الترسيبات الايه برضو شكل صلب في البحر، يبقى الثلاثه دول شبه الثلاثه دول. ويتبقى هنا الجوانو، هنشوف ده وجاي منين، جاي من الفضلات بتاعه الطيور اللي هي هتنزل هتدوب، وهنشوف دلوقتي الوضع هيبقى عامل ازاي. فبنبدا الانيميشن بتاعنا بالشكل ده كده اهو. الريزرفوار الاساسي او المخزن الرئيسي اللي هو بيكون في السيدمنتس هنا، اللي هو ممكن بيبقى واصل للصخور اللي بتقوم جايه رايحه دايبه في الانهار وترجع تدوب في ميه المحيط مره ثانيه. يبقى هنا بيحصل ايه؟ ان السيدمنتس دي لما بتدوب وتروح هنا هو للصخور، الصخور دي لما بيحصل تعريه توصل للانهار وتدوب في التربه وفي الميه وفي البحيرات، يحصل انها جريان سطحي او كده وتدوب في ميه المحيط وترجع مره تانية. يبقى مع الوقت ادي الدوره الصغيره اللي هنا اللي هي الحاجات الصلبه، وفين؟ وفي الدوبان. طيب هنا بقى اللي دايب، احنا قلنا هنا كان المفتاح بتاعنا كان ده اللي دايب في التربه اللي هو يمتص عن طريق الاوتوتروفز اللي هي النباتات ذاتيه التغذيه، وتدور مع المستهلكات وبعدين تموت وتتحلل وترجع تاني للتربه. يبقى دي الدوره بتاعت الكائنات الحيه اللي هو الجزء ده. يبقى بيبدا من التربه والشبكه الغذائيه ويرجع تاني. لما يرجع تاني هنا ما فيش وسيله غير ان هو يوم جاي رايح للمحيط يدوب مره تانيه، يا اما يدوب مره تانيه بقى يا يرجع يترسب، يا اما يوم جاي رايح عن طريق الشبكه الغذائيه التانيه اللي موجوده في المحيط اللي هي برضو بتموت وتتحلل وترجع تدوب مره تانيه بالشكل ده. مع الاخذ في الاعتبار ان اللي في الشبكه الغذائيه دهيت ممكن انها بتقوم جايه دايبه في المحيط او انها ترجع تترسب مره تانيه هنا. هتلاحظوا الطيور اللي موجوده فوق دي، الطيور اهي اللي هتعمل ايه؟ الفضلات بتاعت الطيور دي بقى اللي هي اهي اللي هي الجوانو بيسموها، اللي هي بتبتدي تترسب وتدوب في ميه المحيط مره ثانيه، وهكذا بتكون الدوره بتاعتنا زي ما احنا شايفين. يبقى اذا ادي الايه؟ الاساس بتاعنا اهو، في اهو اهو بنعمل اضاءه على اللي شبه بعضه. مع ملاحظه بقى ان المارين سيدمنتس دي لو احنا خدناها اللي هو عن طريق التعدين، لما احنا بقى الانسان بيتدخل بيحفر ويعمل تعدين ومناجم وياخدها ويعمل فيرتلايزر عشان يوديها للارض تاني هنا بالشكل ده كده. يبقى الوسيله اللي بتاخد من السيدمنتس لهنا عشان تروح للارض، يا اما عن طريق انها بتترسب في الصخور واللي هي بتدوب في التربه وتروح للشبكات الغذائيه، او احنا بنعمل تعدين ويروح ان هو عمليه التعدين دي تكون الفيرتلايزر او الاسمده ان احنا بنرشها في التربه هنا. طب لما النباتات والحيوانات تاخدها وفي دوره الحياه او الشبكات الغذائيه ترجع تدوب تاني في الميه هنا بتاعه التربه دي، التربه هتوديها فين؟ بتجري تقوم رايحه دايبه في المحيط، المحيط هنا يا بتترسب تاني وترجع الدوره مره تانيه، او ان بتخش في دوره الشبكه الغذائيه بتاعت مين؟ بتاعه الشبكه الغذائيه اللي موجوده هنا. ده بالاضافة طبعا الجوانو ده اللي هو بيتكلم عليه اللي هو الفضلات بتاعه الطيور اللي هي بتهاجر وبتكون باسراب كبيره جدا. وبكده بنكون كملنا دوره الفوسفور بشكل مبسط في الطبيعه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل فيه رياء ولا سمعة. وإلى أن نلتقي في محاضرة قادمة من محاضرات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.